السلام عليكم، مرحبا بكم على اليوم على قناتكم اجونس اون مرتيل. اليوم جينا لكم فيديو جديد. كما كتشوفوا في العنوان، هو مفاجاه بالنسبه للناس اللي كيسولوا على مدينه مرتيل، وخصوصا الناس اللي باغيين دوبليكس في المدينه ديال مرتيل. هذا العرض هذا كاين فضاء السعاده، هما جوج ديال الشقق اللي المساحه ديالهم اذا جمعتيهم هي 100 متر، يعني كل شقه فيها 50 متر. الشقه الاولانيه جات في الدوزيام ايطاج، والشقه الثانيه في الترويزيام ايطاج. هذا العرض هذا كيتباع كوم دوبليكس، يعني كيتباعوا بجوج مع بعضياتهم. المساحة ديالهم بجوج هي 100 متر كما سبقنا ذكرنا. البعد ديالهم على البحر، راه ديجا صورنا واحد الفيديو بالنسبة للناس اللي باغيين يشوفوا الفيديو شحال بعيد على البحر، فهي تقريبا 6 دقائق بالطوموبيل. على رجلك ما بين 25 حتى 30 دقيقة على حسب الخلفة كيفاش دايرة. بزاف ديال المعلومات اذا بغيتو توصلوا بهم، فما عليكم غير تواصلوا معنا دائما على الرقم 0609-93-81-20 باش نجاوبكم عليهم، من ناحيه ديال السنديك شحال، النوتير شحال غادي تخلص، المصاريف ديال لي فخي ديال لاجونس ديالنا شحال. فما عليكم غير تواصلوا معنا وان شاء الله جميع المعلومات غادي توصلوا بهم. العرض ديال اليوم هو عرض حصري، دونك كاين غير واحد العرض، يعني ما عندناش بزاف منه، فاللي عجبو مع اللي عري تواصل معنا باش نكملوا الاجراءات ان شاء الله. ومرحبا بكم الناس اللي باغيين يشوفوا في عين المكان، دائما الرقم ديالنا اللي هو 0609-93-81-20، فما عليكم غير تواصلوا معنا وان شاء الله نديروا رونديفو وتجيو تشوفوه. اليوم غادي تشوفوا جوج ديال الشقق، فنتلاقاو بعد الفاصل الاشعاري. وفرات عليكم الوقت والمجهود عن طريق قناة أجونس أون لين مرتيل، اللي كتقدروا تشوفوا من خلالها مجموعة من العروض ديال البيع وحتى ديال الكراء بطريقة احترافية. وأيضا يمكن حتى نتوما تعرضوا شقق ديالكم. اشنو كتسناو؟ دخلوا لأجونس أون لين مرتيل وراسلونا على الرقم اللي موجود في جميع الفيديوهات، اللي هو 06-09-93-81-20. هذا الرقم كيتوفر على حساب الواتساب. رجعنا لكم بعد الفاصل الاشعاري. كما كتشوفوا فهذه هي الشقه اللي في الدوزيام ايطاج. كما قلنا هذا العرض هذا كيتباع دوزيام ايطاج وتروازيام ايطاج. الناس اللي باغيين يموديفيو فيهم على اساس يردوهم دوبليكس، اولا الناس اللي كيكونوا جوج العائله وباغيين يسكنوا حدا بعضياتهم، فهذا العرض لكم. كما كتشوفوا هذا العرض هذا هو الصالون ديالو، كيطلع على هذه البلاصه هذه اللي منها كيدخل الضوء صراحه. كما كتشوفوا فالصالون راه مضوي، يعني الناس اللي كتعجبهم الحاجه مشمشه. هذا هو الصالون. كما غادي تشوفوا فكاين جوج ديال البيوت وصالون. كما سبقنا الذكر فالمساحه هي نورمالمون 50 متر. في الوراق طبعا تقدر تكون زايده ولا ناقصه على حساب الفصاله ديال الدار. هذه هي الكوزينه، فيها واحد البلاصه تسمى الباتيو اللي زوين الصراحه. وهذا هو البيت الاولاني، وكاين البيت الثاني من بعد غادي نشوفوه. هذه كما قلت هي الكوزينه، كما كتشوفوا هذه البلاصه ديالها. فيمكن نورمالمون بالنسبه للثلاجه يعني ديروها في هذه البلاصه هنا حدا الشرجم، اولا تموديفيو نورمالمون في الكوزينه ديروها في البلاصه اللي بغيتو. حتى هي كما كتشوفوا راه جات مضويه، كطلع على هذا الكولوار اللي كاين في الوسط ديال الريزيدونس. دونك هذه البلاصه مثلا ديال الماكينه ديال الصابون اولا السخان اللي ممكن ديروها الفوق. كما كتشوفوا عندها هاد البلاصه هادي عاوتاني اللي كطل منها بحال الكولوار. كما كتشوفوا فهاد الديور هادو راه مازالين جداد، يعني ماشي قدام. هادو شقق ديال التنازل، يعني واحد السيد نورمالمون عنده باغي يدير ليهم تنازل الناس اللي باغينهم. الثمن ديالهم هما 23 مليون بالنسبه للشقه الاولى، و 23 مليون بالنسبه للشقه الثانيه، يعني بجوج بهم غادي تقام عليكم 46 مليون. فهاد الدوبليكس هذا هو اذا بغيتي تموديفي فيه تردو دوبليكس، سينو يمكن بالنسبه للعائلات اللي كاينين جوج يعني بغاو يكونوا حدا بعضياتهم، فهاد العرض يمكن تخليوها كما هو وتاخذوهم بجوج بهم.
هاد العروض هادو بجوج بهم كيتباعوا بالنسبه للناس اللي كيسولوا. دونك ديجا عندنا العروض ديال 23 مليون ما عندناش في هاد البلاصه هادي. دونك كاينين في بلاصه اخرى راه ديجا عندنا ملونسين فلاشين، ما عليكم غير تواصلوا معنا باش نرسل لكم الفيديو ديالهم تشوفوهم. الوغ هذا هو البيت الاولاني وغادي نشوفوا البيت الثاني. دونك جا هنا الجهه ديال اليمين كما كتشوفوا راه البني مازال جديد. دونك هذا هو التواليت، طبعا يمكن تموديفيو فيه كيفاش ما بغيتو نتوما، ديروا له الزاج ولا شي حاجه على حساب الموديفيكاسيون ديال كل واحد كيفاش كيبغي الطواليت كيفاش دايره. هنايا كاين البيت الثاني، هذا البيت هذا صغير شويه بارابور لاخر كما كتشوفوا. طبعا هذا كيبقى البيت ديال الدراري الصغار، الناس اللي عندهم دراري صغار فيمكن تخليو ليهم هذا البيت هذا، اولا اللي عندهم شي وليات فهاد البيت صراحه زوين حتى هو مشمش عنده هاد الطاقه هادي. الوغ هذا هو الفصاله ديال دوزيام ايطاج، طبعا الفصاله ديال تروازيام ايطاج حتى هي بحالها، وغادي نخليكم مع الفيديو ديالها باش تعرفوا عليها اكثر. جميع المعلومات نورمالمون في الاخر ديال الفيديو غادي تلقاو الطريق ما بين الدار والبحر. الناس اللي استفسروا على الطريق فخليكم غير حتى الاخر ديال هذا الفيديو باش تشوفوا شحال ديال الدقائق من الدار للبحر. Yeah.
صار واحد.